إذا السلام عليكم الأصدقاء، كيف الحال؟ نتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة بيجون سيمون فلوغ. إن شاء الله اليوم بغينا نديروا واحد وصفة زوينة بالثومة مزيانة للطيور، يعني الطيور والحمام والجميع، يعني حتى الإنسان. الثومة كما كتعرفوا الخوت معروف، الثومة كتطلع المناعة ديال الحياة ديال يعني الإنسان بصفة عامة، وحتى الحمام والطيور. إذا اليوم بغينا نديرو واحد الوصفة أخوتي، واحد الطريقة شفتها في اليوتيوب، بغيت نشاركها معاكم أخوت. وصفة سهلة، مالا كتشد الثومة أخوتي بهاد الطريقة هادي كما كتلاحظو، كتنقيها وكدا وكتقطعها طريفات، بهاد الشكل هذا، وكتشدها طحنها مزيان في مونينيكس، وتابعوا الفيديو اخوتي ونوريكم الطريقة كيفاش غتقدمها للطيور ديالكم. يلا اذا اخوتي كما كتشاهدوا ها هي الخلطة ديالنا، طحنتها في مونينيكس، عطاتني هاد الشكل هذا، وزدت عليها واحد شوية ديال الماء فهمتيني، وخليها واحد تقريبا واحد نص ساعة باش تطلق مزيان، تطلق مزيان، وكتشدها وكديرها في العلف ديال الحمام. انا نوريكم الطريقه، بقاو معايا، خليوها هذا هنا. اذا الاصدقاء كما كتلاحظوا معنا، هذه هي التخليطه ديال الحمام اللي كنعطينا للحمام، ها هي درتها في البانيو. اذا اخوتي كما كتلاحظوا معايا، يعني التخليطة راه معروفة ديال الحمام، فيها الذرة، البيضاء، الذرة الحمراء، فيها الجلبانة، الزريعة، كاع المهم معروفة التخليطة ديال الحمام. كناخدو هاد شوية ديال الثومة من بعد ما راه خلينا واحد نص ساعة يرتاح، وكنبقى نخويه بهاد الطريقة هادي. إيوا نبدا نخلط، مزيان. وانتم كيما كتلاحظوا اخوتي، هانتوما شوف الله مزيان اخوتي، إذا أخوتي حميمة تاهما مطلوقين قيدة. كما كتشاهدوا معايا أخوت، انا الخوت كما كتلاحظوا هما حتى الحميمات كياكلوها. يعني هذه زعما خلطه بسيطه، ماشي شي حاجه اللي زعما حاجه اللي غاليه اللي غتخسر عليها الثومه. غتشدها تنقيها وتطحنها، تقدر تزيد عليها الحامض، تطحنو بجلوف ديالو، تزيد عليه الزيت البلديه فهمتيني، الحامض، الزيت البلديه، الثومه كطحنهم مزيان، وشوف البصله حتى هي تطحنهم مزيان، وكتخلط وتتخوي لهم في الشرابه ديال الماء،
وعاود تخلط ليهم في سميتو، تخلط ليهم في العلف ديالهم، في الماكله ديالهم، وكتدفع للطيور. انا حاليا ما درت لهم غير الثومه، مازال ان شاء الله نبارطاجي معكم الطريقه ديال الحامض وديال الزيت البلديه والبصله. كطحن كل شيء، كتجمعو كطحنو في سميتو، كطحنو في مونينيكس، وكتقدمو داك التخس ديالو كتخلطو مع الماكله والاخر والماء ديالو، كديرو في الشرابه ديال الماء، كتزيدو على الشرابه ديال الماء. وبالطريقه الحمام ديالك عمرو ما يمرض، ما عمرو ما توقع عليه شي، يعني ما عمرو ما توقع عليه شي، يعني شي مرض. تبارك شي نهار شي حمامه راه هي مكوبره والحمامه مريضه، ديما كتكون المناعه ديال الحمام، المناعه ديال الحمام ديما كتكون عندهم مناعه طالعه. هذا اللي كاين اخوتها، ما تبارك الله الحمام. انا تنعطيهم جوج مرات في النهار، نعطيهم في الصباح وفي العشيه. بالنسبة لهاد الحميمة، هاد الحمامة القاديطان، هادي راه اللافة ديالها تما، وهاد النتيوة، هاد النتيوة هادي ديال الخينيسي، هادي راه الحنقور تاعها شبعانة واكلة، مخرجتهاش تاكل، خليتها مخرجتهاش تاكل، يعني ما هضماتش الماكلة ديالها باقا في حنقورتها. الى الشا الى شديك الحنقوره ديالها، يعني ها نتوما الشاه باغا تخرج، عند الشاه هي مفتوحه هاد الخينيسيه هادي، الى الشا باغا تخرج باغا هضمات الحنقوره ديالي. المهم ما غنعطيهاش تاكل اليوم، حتى الغدا، حتى الغدا تهضم ونعطيها تاكل. الذكر ها هو تكير، ها هو تبارك الله، اللهم بارك. الحميمه تاهما تبارك الله تياكلو. الشرابه راهي كاينه لداخل السجن، اللي بغى يشرب راه يدخل ليها. هذا هو اللي كاين الخوت، هذه هي المعلومه ديال اليوم، هذه بالنسبه للناس اللي ما عارفينش. هذه ما حنا كنا كنتعلموا، وهذا اللي كاين. انا غير هذه المعلومه هذه كنت شاف في اليوتيوب شحال هذه، وبغيت نبارطاجيها معكم ونتقاسمها معكم. يلا خوتي، هذا هو الفيديو ديالنا اليوم. يلا تهلاو ليا فراسكم، نشوفو في فيديو جديد ان شاء الله ومعلومه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.